ويعني زي ما بنقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونحن على الهواء الآن ونتحدث مع ضيفنا الكريم على الهواء من نيويورك، جاءتنا هذه اللقطات وهذه الصور، لقطات على الهواء مباشرة الآن، تعرض مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إطلاق نار، وبحسب وصف ضيفنا الكريم على الهواء الآن فإنه مطلق النار، يعني مازال أو يعني كتب عنه أنه أكتف شوتر، ما يعني أنه مازال لم يتم القبض عليه أو أنه ما زال في موقع الحدث يقوم بإطلاق النيران. وشايفين طبعا عمليات إخلاء والناس بتطلع من داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.